راديو. الاقتراح اللي هو خاص بالحلوه اللي كتجي على شكل مثلثات. هذه الحلوه هذه عندنا فيها كاس ديال العنبه ونص نتاع الدقيق القمح الكامل بالنخاله بكل شيء ديالو. كاس عنبه ونص ديال الدقيق القمح الكامل بالنخاله. أيه. عندنا كاس ديال العنبه ونص ديال النخاله الرقيقه. حنا تنقولوا لها الحمامر وكاين تيقول لها النخاله الرقيقه. غنحمرها غير واحد شي شويه في المقيله ولا في الفران غير واحد شي شويه. اييه كاس ونص ديال النخاله الرقيقه اللي كنسميوها حتى الحمراء. اييه تكون حمراء حمراء. اييه حمراء نكونوا دوزنا غير في المقله هكا مثلا. اييه صافي. وعندنا كاس ديال الفرينه مغربله. وكاس ديال الفرينه مغربله. اييه عندنا شويه د مليحه. شويه ديال الملحه. عندنا 4 المعالق كبارين نتاع مسحوق التمر اللي تنوجدو في الدار ولا ديال العسل اللي ما متوفرش عنده يمكن له يستعمل العسل. اذا 4 ديال المعالق كبار اما من داك المسحوق اولا كتكلمي على العجينه ربما ياك العجينه ديال التمر اولا المسحوق. لا المسحوق ديال التمر. هذاك التمر اللي تيكون ناشف. أيه. كنشفوه وكيرجع عندنا بحال غبره التمر غبره. هذاك المسحوق. أيه. ديالو فيه كنستعمل به تنحليو. اييه اللي ما متوفرالوش العسل. اييه وسمحي لي كنزايل عندنا العجينه. نعم. ديال التمر ممكن نستعملوها في هذه الوصفه ولا لا؟ اها يمكن العجينه ديال التمر. واخا وعندنا جوج معالق كبارين نتاع الكوك يكون الكوك بلدي ميد. كوك بلدي. اييه وعندنا 125 غرام ديال الزبده. اييه من الافضل تكون من نوعيه جيده ولا كانت زبده بلديه راها من الافضل. اييه غادي نرملوا هاد المكونات كاملين بهذيك الزبيده. وكنجمعوا بالحليب واللي ما متوفرلوش الحليب يمكن له يدير الماء كاين من الاحسن زعما يكون الحليب يكون دافي من الاحسن يكون دافي. لا غير بحرارة المطبخ. حرارة المطبخ. أيوه صافي. كنجمعوا العجينة كنطلقوها من بين جوج ديال ورق الطبخ واحد من التحت وواحد من الفوق باش نتفاداو أنها تلصق ولا شي حاجة. أيوه وكنرشو النخالة هذيك الغليظة اللي كتكون بقات لنا من الطحين وكنديروها بها كنديروها من الفوق لأن هي اللي غنزينو بها غادي يجي الوجه ديال هاد البسكوي فيه ديك النخالة الغليظة من الفوق. وكنقطعوها بمثلثات ولا بأي مرشم بغينا اللي بغينا. أنا فضلت نقطعها مثلثات. وكنتكوها تنديرو فيها واحد التقيبات بهداك بحال كيغدون. أييه ولا شي عود ديال الشوا. أيه. كنديرو هكا فيها تقيبات باش تيجي مزوق بدوك التقيبات. أييه كندخلوه للفران يطيب عافية تقريبا 200 درجة والفران شاعل من الفوق ومن التحت. وراه ممكن نسموه بالزعتر اللي بغى مذاق ديال الزعتر حتى هو تيجي به زوين. وممكن نديرو فيه شويه ديال الزراره زريعه الكتان ولا زريعه حبه حلاوه ولا النافع ولا اي واحد ينسم باش ما بغى. اييه اذا ممكن نسموه حتى بالزعتر اولا نسموه بالزراره كيف ما تكلمتي بحال حبه حلاوه ولا الجنجلان. اييه واخا تبارك الله عليك. يمكن نسموه باش ما بغينا. الله يبارك فيك اخيتي عفاف. الله يجازيك بالخير.